هذا القرار إذا ما اتخذته في حياتك لن تهنى لا في دنياك ولا في آخرتك، ما راح تسعد، ما مستحيل، لأن أصلا رضا الله سبحانه وتعالى مقرون بهذا القرار. جاء رجل من اليمن يمشي على قدميه حتى وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أتيتك من اليمن وبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والديك أحياء؟ أبوك وأمك عايشين؟ قال: نعم، ولقد تركتهما يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. والله الذي لا إله إلا هو أننا في رمضان وفي غيره نحتاج أن نضحك الوالدين وأن ندخل البسمة على قلوبهم والفرح على صدورهم حتى نهنأ بالحياة ونسعد في هذه الحياة الدنيا. شوف أبو حسين، إحنا ما بتكلم زي ما يقولوا، تتكلم بشيء من الفوقية والطبقية، نبغى نتكلم بشيء من الشفافية والوضوح، من الواقع. أي والله، والله العظيم كلنا مقصرين مع والدي، وأنا أول ذلك، أول المقصرين. وأستغل هذا البرنامج، أبوي وأمي الله يطول في أعمارهم، أقول لهم سامحوني على تقصيري معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بركم وأن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. يدعو الإنسان لوالديه ويفعل ما يستطيع فعله من أجل أن يكسب ودهم ورضاهم في هذه الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. في واحد من الشباب سمى أمه في الجوال، اسمه عمر، سمى أمه في الجوال: رد يا عمر أنا الجنة. الله أكبر، نبغى نماذج مثل هذه النماذج. مو بعض الشباب إذا دق على أمه ولا أبوه يتذمر ويتضايق إن أبوه ولا أمه دقوا عليه على أساس يبغون يسألونه أنت فين، إيش مسوي، أو حاط الاسم طلبات ما تخلص. اتصل علي شاب في المرحلة الثانوية يسألني هذا السؤال، يقول لي: يا شيخ، أنا أمي معلمة مدرسة، إذا جات من الدوام في الظهر متعبة مرهقة منهكة تمد رجولها وتبغاني أسوي لها نوع من أنواع المساج، فأنا أبدأ أسوي لها هذا المساج إلين ما تنام أمي. يا شيخ، إذا نامت أمي ورفعت يدي هل هذا يعتبر من العقوق؟ الله، شوف حرص بعض شبابنا وبناتنا كيف ينال هذا الفضل العظيم، بر الوالدين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: رضا الله من رضا الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.